أخبار اليوم. الإعلامي يوسف الحسيني بنرحب بيك بقى أخبار اليوم، وكنا النهاردة في حفل نجوم إم لعام 2016. الله مبروك على البرنامج الجديد. ربنا يخليك. صراحة إيه اللي حدوده بصراحة؟ بصراحة هو أنا اعتدت أن أنا أقول كل حاجة بصراحة، بس ده الشق اللي يتعلق بالمذيع. أما أنه الحاجة التانية هي اللي بصراحة هي أن المواطن هيقول رأيه بمنتهى الصراحة والجرأة والعلانية، أن احنا هنستضيف مستمعين من الجمهور العادي جدا، ناس ممكن تكون بعتنا على SMS عايزين يجوا هنخليهم يجوا، ناس بعتنا على السوشيال ميديا، ناس بتكلمنا في التليفون يجي ويتكلم ويقول رأيه بصراحة ويسأل ونجاوب ونسأله ويجاوب وما إلى ذلك. دي حالة مش موجودة في أي راديو، وما ظنش كمان أنها موجودة في أي تلفزيون من راديوهات أو تلفزيونات المنطقة بالكامل، مش بس مصر. بصراحة شايف حل أو الحلول المطروحة لأزمة السياحة في مصر موجودة بصراحة. في حلول كويسة ومعروضة ومطروحة، بعضها من خبراء بعضها من بعض رجال الأعمال وما إلى ذلك. في بتبقى أفكار بسيطة وتبقى خارج الصندوق لو صح التعبير، تقدر تخرج مصر من الأزمة. بصراحة شفت الانتخابات البرلمانية ازاي؟ الحقيقة أسوأ انتخابات برلمانية حصلت في الأربع سنين اللي فاتوا، استروبيا يعني. شايف ايه الحل؟ الحل هو انه لازم الدولة تبدأ تشتغل على تقوية الاحزاب. دايما نقول ان البرلمان هو المكان اللي الاحزاب بتنضج فيه وتقدر تكتسب خبرة ونضوج. القوانين اللي اتحطت ما ادتش فرصة حقيقية للاحزاب انها تنافس بقوة. القوانين اللي اتحطت زائد الرقابة لم تكن جيدة على الاطلاق، وبالتالي المال الانتخابي او المال السياسي كان اكتر من اللازم. دايما في مال سياسي ودايما في مال انتخابي في اي حتة في العالم، مش دي القصة. لكن قصتي انه لما نقول انه السقف 500,000 يبقى 500,000، لما نقول السقف 1,000,000 5,000,000 يبقى 5,000,000. لكن ان انا اشوف مرشحين فردي مستقل بدل ما سقفه 500 صارف عيانا بيانا في اعلانات الشوارع ما لا يقل عن 2,000,000 جنيه، امال بقيه مواد الدعائيه بيصرف عليها كام يعني؟ وفي النهايه خالص تطلع اللجنه العليا واللجنه الخاصه بمراقبه الاداء الاعلامي وما الى ذلك يقول اصل احنا مش عارف عندنا مخالفه ان احنا لقينا واحد معاه بطاقتين انتخابيتين، الحاجه ده جايين نهزر يعني؟ فما يصحش يعني، بلاش الاستهانه بعقول الناس ولا اعتبار ان المواطن غبي. شايف اهم المشاكل اللي بتواجهنا في الوقت الحالي إدارة ملف الفقر لتحويله إلى ملف ثروة. أنا يعني أفتكر أنه معروف أن أنا شخصية ساري ماركسي، يعني عندي أزمة دائما في طريقة إدارة ملفات الثروة وملفات الفقر عندنا في بلدنا، وبالتأكيد مش بالإدارة اللي كان بيديرها الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر، حبي واحترامي ليه وكل حاجة، لكن مختلف معاه إلى أبعد الحدود. إحنا في عندنا ملف فقر تقيل لازم يتحول إلى ملف إدارة ثروة. لازم الدولة وهي شغالة على مشاريع قومية تشتغل على مشروعات صغيرة متناهية الصغر. لازم ألحق ألاقي حلول سريعة وعاجلة علشان تفرق في الحياة اليومية للمواطن، يأكل ويشرب بعرق جبينه. الإجراءات اللي حصلت مؤخرا خلال الكام يوم اللي فاتوا بشأن توفير سلع غذائية ومنتجات بأسعار مخفضة ده كويس، لكن لو حسبت أسعار السلع 30 جنيه في اليوم وجبة واحدة، يعني 900 جنيه الوجبة الواحدة في الشهر. أنا عندي حد أدنى 1,200 عشان نبقى واقعيين. أنا عندي ناس لا تتحصل على 400 جنيه معاشات ضمان اجتماعي أو عندي عملة يومية إلى آخره. ده مجرد حل لعلاج أمر طارئ. سؤال، الدولة هتعمل آلية إزاي لضبط الأسعار في السوق؟ ده واحد. اتنين، وطرحنا ده قبل كده على وزير التموين خالد حنفي ولكن الأمور بتدخل من ودن وبتخرج من الودن التانية، دي حاجة. اتنين، إنه لازم الدولة تشتغل على زيادة متوسط الدخل لدى المواطن المصري. تلاتة، تشتغل على خفض معدلات التضخم عشان الجنيه يبقى له قيمة، لأن أنا فرحتي إن المواطن يقبض 10,000 جنيه في الشهر لكن معدل التضخم ضخم، 10,000 بتساوي 500، فهو بعدين فما ينفعش. أشكرك جدا. أشكرك، ربنا يخليك يا فندم.